السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد اليوم عنا طقم رضيع صغير ينفع كهدية، ينفع كمشروع، وينفع يعني أي أم حامل تخدمها الروحة في البيت. إن شاء الله يا ربي يرزق كل محروم بالدرية الصالحة. عنا هنا قماش هذا تاع لي دغا، هذا اللي فيه الدباديب، كاين أشكال بزاف. هذا يدير 20,000 للمتر، وهذا تاني 20,000 للمتر، هذا السامبل العادي. هنا شنو نستحقوا؟ شوفوا أنا الحاف راح ندير فيه، 90 سنتيم على 70 سنتيم، والدرا نفس القياس 90 سنتيم على 70 سنتيم. الوسادة حندير فيها 40 سنتيم على 30 سنتيم. هنا متر، أنا شريت متر فقط، متر يخرجكم الحاف واحد ووسادة. لكن أنا هنا الحاف حنديره من الأسفل باللون الأصفر، يعني هنا نستحقوا تلت قطع نفس القياسات 90 سنتيم على 70 سنتيم، قطعتين للحاف وقطعة واحدة للدرا. الوسادة بطبيعة الحال قطعتين من فوق ومن الأسفل، حنخدمها بالفيرميتور منا من الأسفل. والتزيين اختياري، دوك في طريقة العمل تشوفوا أنا كيفاش راح نزين. تزيين بسيط وسهل جدا. قلنا هنا أنا حندير الوجه الأعلى بهذا والوجه الأسفل تاع الحاف باللون هذا السامبل، وحندخله في الدرا وحندخله في الوسادة. حنشوفوا على الطريق على بركة الله طريقة العمل. شوفوا الحاف الوجه الأعلى حنخدموه نفسه كما حنخدمو الدرا. صافي راح نخدم معكم الدرا ولا الوجه الأعلى نفسه هو تاع الحاف. هنا من اللون الأصفر ديت قطعة فيها 20 سنتيم، والعرض تاعها أكيد بطبيعة الحال نفس عرض الحاف ولا الدرا تاعنا 70 سنتيم. كيفاش راح نخيطها؟ هذه راح نديروها هنا في الأعلى. هنا مطوي على اثنين، نفتح هذه حنخيطوها هنا. كيفاش راح نخيطوها؟ شوفوا الوجه حنديره منا في الظهر. هذه قبل ما ندير كفه وقبل ما ندير اي حاجه، الوجه راح نديره هنا في الظهر. هذا بالنسبه للدرا تاعنا. حنفوت هنا بالخياطة، خيط انا هذه مع منولي. شوفوا بعد ما كنت خيطته، بعد ما خيطته قلنا الوجه تاعه للوجه الوجه تاعه للظهر تاع هذا. بعد ما خيطته نقلبوه هكا، شوفوا باش تجينا الخياطه نقيه. هذه للدرا، للحاف نخيطو عادي، للحاف ما نديروش هاد العفسه بويسك حنخيطو له التحتاني تاعه ويدخل كلش. شوفوا نسقدوها مليح هنا، نجو هنايا، نجو هنا ديال لي زيبانك نطلو. نطوه كامل طول القطعة 70 سنتيم. هنطويها كامل للداخل. هنطويها كامل هنايا ونثبتها. هنا نطويها ونثبتها، وهنا نعاودو نخرجو الخياطة بطبيعة الحال. راني مبلاصي الخيط اللون الأصفر، حنعاودو نخرج الخياطة هنايا ونثبت هذه كامل. نطويها هكا، دوك نكمل معاها كامل أنا على طول. شوفوا هنا ثبتها. الدبابيس هنا مهمة، في أي حاجة مهمة الخدمة تاعك تخرج نقية ومتقونة. شوفوا للحاف تاني باش الفيديو ما تجيش طويلة، راح ندير نفس العملية شايلة، ما حش نخيط هذا في الظهر، لأنه الحاف حنحط تاني القطعة الكبيرة فوقه ونخيط. صافي غادي ندير غير هكا عادي، الوجه منا يشوف ليا والظهر على الوجه. حنفوت بخياطة هنا، أما هنا حندير نفس الطريقة هذه، راح نطوي هكا
هنا نخرجوا الخياطه ونخيط من وهنا نخيط من عادي في الزوج مفتوحين بلا كفه بلا والو، نخيطوا ومننا ندير كفه صغيره قد 1 سنتيم 1.5 سنتيم ونفوت هنا بالخياطه ونثبتها بالدبابيس كيما درت هنا. هذا بالنسبه للحاف وهذه الدره. دوك نخيطها ونشوفوا التزيين. شوفوا هنا بعد ما خيطت الدره تاعنا خرجت له الخياطه وعاودت خيطته منا، سيبقى له دروك غير التحديد والتزيين، نحدوه والتزيين. والحاف خيطت له، راح ندير نفس الطريقه اللي في الدره هذه. هذا هنا اختياري، تبغوا هذا هنا تاع 12000 المتر تاع 12000 ولا تاع 10000 ولا تقدروا ما ديروش لاكيبيغ ديروا لا دونتيل. وهنا استعملت الحاشيه الدوغي دخلتها في هذا لونتخودوي هذا. تبغوا ديروا حاشيه لون اصفر ولا اللون اللي تكونوا دايرينه منا ولا دوغي ولا ارجون. انا هذه اللي كانت متوفره عندي تفوتوها بالمسك في هذيك. هنا علاه ما هنا علاه ما تنيتهش كيما لو دغا، بويسك راح نزيد فوقه هذا الحاف، راح نزيد فوقه القطعه الثانيه غادي تخرج لي كي لابوش. شوف نجيبو الوجه تاع القماش هذا، الوجه للوجه هذا هاكا، وراح نخيط نخلي غير جهه مفتوحه الجهه السفليه باش ندخل البونج ولا لاوات تاعنا. دوك خيطها كامل في الجهات الثلاثه. هذه بالنسبه للحاف، قلنا نخلو نخيطو الجهات الثلاثه، نخلو غير جهه باش ندخلو لاوات ولا البونج. دا ثاني راح ندلها نفس الطريقه تاع هذيك لاكوبور، حنجيبها هنايا قبل ما نكففها من الجوانب، حنجيبها ونحطو لاكوبور تاعنا هنا، حنحطها بهذا الشكل ونخيط زوج خطوط، نخيط هنا طريقين ونخيط هنايا وندخل الحاشيه تاعي ونروح نكفف عليها. بعد اللي نخيط لها هذا نروح ندلها كفه صغيره تاع درا يعني عاديه هذا الشكل، نكففها كامل من الجهات الثلاثه. صاي هذه الجهه راها مخدومه العلويه هذه، نحددها من الجهات كي نحددها ونكملوا نشوفوا الوسادة كيفاش نخدمه. شوفوا هنايا راني عمرت خيطته، درت هذا مع هذا خيطته قلبته وعمرته بالبونج، عمرته بالبونج هاي بونج رقيقة ماشي هادي دير فامي للحاف. الحاف يدير لكم زوج تاع الحفا هكا تاع لي بيبي، قل عفوا لكم واحد. شوفوا بعد ما خيطت الحاف خيطته كدرت هذا الوجه الظهر مع الوجه وخيطته قلبته عمرته بالبونج، عاوينا هنا بونج عادي تبغوا باللاوات كيما تبغوا. ش غادي ندير دوك نسقمه كاع، سقمه هادي نديرها هكا متواسطه خاطر نعرفوا بلي الموس يتلوى الداخل، نسقموه غاية. نجي هنا نخيط للداخل هكا هكا ونخيطو هنا الجهة اللي خليناها مفتوحة الجهة السفلية، نخيطوها هكا فوت انا خيطها كاملة. ومن بعد شنروحو نديرو سما منا ولا من الظهر تاعه، عينو وين رايحين نطرحو يعني التدراب وين راح نفوتو بماكينة الخياطة عادي، راح نرسم إطار في وسطه ولا معين ولا مقروضات نتوما وما بغيتو، ونعاود نفوت عليه بالماشينة. حندير إطار هنا، حنبلعها من تحت وندير إطار ونولي معاكم. نروحو هنا للوسادة، الوسادة نشوفو هادي قلنا فيها 40 سنتيم، هادي راح نخدمها بالفيرميتور فيها 40 سنتيم على 30 سنتيم، حنديروها بالفيرميتور، راح نديرو زوج تاع الوسادات. هادي
اكيد راح نتبعوا نفس الشيء اللي درناه في الحاف وفي والتزيين اختياري. تبغوا ديروها عرض، تبغوا ديروها على الطول تاعها. انا راح نديرها هكا، راح نطوي يعني نفس العمليه اللي ديروها في الحاف وفي الدرا تاعنا. هنا ما نتنوش وما خيطوش كيما خيطنا في الدرا، لانه نفس الطريقه تاع الحاف. نخيطها هنا ونعاود نطوي هنا ونخيطها. هذا في الوجه الامامي صاي مفروغ منه. شنو نعاودو نديرو كي نكملوها؟ شنو نروحو نديرو؟ نروحو نجيبو الفيرميتور بالوجه على الوجه، مش من جهة الجون هذا، مش من جهة هذه القطعة اللي انا زايدين هلا، من هذه الجهة. حنبلاصو الوجه على الوجه ونولي معكم. شوفوا بعد ما كملت خيط هنا، انا راح نعاود نخرج الخياطه كي ندير القطعه الفوقانيه، اللي ما حشي خرج الخياطه هنا ما تخيطوش بهذه الطريقه، ديروا كفه درقوا هاد الشناتيف، خاطرش من الداخل تقعد تسنسرخهم. بلاصيت الفيرميتور وخرجت لها الخياطه. الجهه الثانيه راح نخدمها معكم نوريها لكم. يعني فات فيا خيط هنا، هذه جاتني عريضه بزاف، كون ندير لا غوبور صافي كاع المخده تروح لي. طلعت لا غوبور درتها شويه فوق هاد القطعه الجون هذه. دروك نروحو نروحو قبل نبلاصو الفيرميتور مع هاد الجهه السفليه هاك. الوجه للوجه وخرجوا الخياطه. شوفوا نخيط الوجه، ها نديرها كيف كيف. خيطوا الوجه مع الوجه. ومن بعد نعاود نبلع الفورميتور لانه تساعدني كي تكون مغلقه. هاني كملت الخياطه، شوف نقلبوها. بزاف سقساوني على في لي بوشيت وكاع، ولاو يقولوا لي الفيرميتور تقعد تبان لنا. خرجوا الخياطه ما تقعدش تبان كيما هاد الجهه اللي راني خدمتها انا. باش وين باينه معاكم؟ شوف حنطوي هنا، حنطوي حتى لهنا حتى للسلسله، حنطوي قلنا هنا حتى السلسلة ونخيطو. الوسادة التانية حنديروها بورتفي. كمل انا هادي ونولو نغلقو الوسادة مع بعض. شوفو بعد ما كملت الخياطة وخرجتها شنروحو؟ نروحو نطوو الوسادة تاعنا، نفتحو شوية هنا الفيرميتور، نطوو الوسادة تاعنا ونفوتو عليها في الجهات التلاتة. هاك
غنخيطها في الجهه الثالثه ونولي معاكم. شوفوا هنا بعد ما كملت الخياطه، بعد ما كملنا لها الخياطه، شوفوا هنا خرجت الخياطه، راكم تشوفوا هنا خرجت الخياطه حوالي 1 سنتيمتر، خرجت الخياطه في الجهات الثلاثه. علاه؟ شوفوا كي تجينا قيه كيخرجوا الخياطه، شوف من الداخل مكاش خياطه ومكاش هذاك التبربيش ودوك الخيوط، شوف تخرج خدمه نقيه. على داك نقول لكم خرجوا الخياطه، ما بغيتوش تخرجوا الخياطه منها ما تخيطوش بالطريقه اللي خيطت بها انا، ديروا كفه، تخلوش وحده محطوطه على وحده وتخيطوا، ديروا كفه، ما كومش بديروا كفه، ديروا نفس الطريقه تاعي، شوفوا تخرج خياطه نقيه. هاد الوساده هنا كملتها، نروحوا للوساده الثانيه، هذه دوك نحدوها مع مع الدرا. سي بون، الدرا بالك نزيد فيها كاش بابيون. الوساده الثانيه حنديروها بورتفاي، انا خدمنا بورتفاي مقبل نفس القياس تاع الوساده هذيك، لكن الخلف زيدت، الخلف يجي زايد ب10 سنتيم، كيما هنا وساده صغيره زيدوا 8 سنتيم ولا. شوفوا دوك حندير كفه لهذه هنا قطعتين، حندير لهم كفه من الجهتين بالطريقه، نديروا القطعه الصغيره ثاني كفه ولصقوا. قبل ما نلصقوا نروحوا نزينوا الوجه، الوجه ما حندير فيه والو، راح نديروا غير جوج بوندانيت بهذه الطريقه. شوف هنا نخيط عادي لاني باغي نقلب وندير ونخرج الخياطه، هنا نخيط عادي، هنا نطوي نطوي ونخيطو، حندير وحده منا وحده منا بهذه الطريقه. دوك خيط من خيط من نطوي هادو، ندير الكفه لهاد القطعتين، خيط الوساده بنفس الطريقه، الوجه على الوجه خيطوا كامل لو تور، نقلبوا من هاد الملقى اللي نخلوه تاع الخلف، نقلبوها ونخرج الخياطه ونشوفوه في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي، زيناها هنا بابيون، هنا بابيون كبيره، هاوليك الحاف، هاديك لو دغا تاعنا. هنا يكفيكم قماش متر ونصف، باه ديروا هكا الحاف ودرا وجوج وسادات، متر ونصف لاكوبيغ تنقام لكم قريب 2 مترات، تصفي 12 ألف متر، نتوما تبغوا ديروا دونتيل سعر البيع يعني تنقام لكم حوالي 60 ميل السلعة، تنجمو تبيعوها حتى ل150 180. الوسادات يكونوا فارغين، مشروع ناجح ومربح. ان شاء الله كون عجبكم الفيديو، وربي يرزق ان شاء الله كل محروم يا ربي.